بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 79 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. هذا سائل يقول: يا شيخ، هل يوجد إخراج للزكاة الأسهم المملوكة في محفظة الخارجية، علما بأن هذه الأسهم لم تصل إلى سعر مشتراها ويوجد عليها خسارة ورقية قد تصل الآن إلى أكثر من 50% عندما تتوفر السيولة خلال السنة، فهل على ذلك زكاة مأجورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل ما يعد للبيع من السلع ومن الأسهم لأجل الاتجار بذلك فإنه تجب فيه الزكاة، فتقدر قيمته على رأس الحول بما تساوي هذه السلع أو هذه الأسهم، ثم يخرج منها ربع العشر. نعم. يقول السائل أبو عمر عبد العزيز: نحن نعلم بأن الرضاعة مدتها عامين، فهل يكفي لطفل أن يظل يرضع أكثر من عامين؟ وإن كان ذلك جائزا فكم هي المدة المتاحة بعد انتهاء العامين؟ وفقرة أخرى يا شيخ: هل يعتبر من أرضع بعد العامين من أبناء الأخت إخوة من الرضاع؟ قال الله سبحانه وتعالى: الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الرضاع المعتبر والذي يثبت المحرمية ما كان في الحولين، وما خرج عن الحولين فلا يثبت المحرمية. وأيضا إذا كان الطفل استغنى عن الرضاع وصار يأكل الطعام فإنه يفطم على تمام الحولين، يفهم ويقصر على الطعام لأنه لا حاجة له اللبن. أما إذا كان لا يأكل الطعام ويخشى عليه من الضرر فإنه يرضع بقدر الحاجة، ولكن ذلك لا يعد محرما مثل ما قبل الحولين. ما. يقول السائل: نحن في بلد أو مزدحم بالسيارات جدا، ولا نقطع المسافة مسافة 5 كيلو إلا في نصف ساعة تقريبا، وإذا خرجنا بعد صلاة العصر لظروف قاهرة ربما لا نستطيع أن نعود لصلاة المغرب من كثرة الزحام وكثرة السيارات، هل يجوز لنا أن نجمع مع العشاء؟ نريد جوابا بذلك. لا يجوز، لأنكم في الحضر لستم مسافرين، وليس هذا من الأعذار التي تبيح الجمع، هي السفر أو المرض أو المطر، ولا تدرون متى ينتهي هذا وما ينفك الزحام وتخرجون منه، فأخروا الصلاة حتى تخرجوا من الزحام ثم تصلون المغرب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، ما هي الأسس التي يتم من خلالها اختيار الزوجة عند الإقدام على الزواج، وما المشروع في ذلك؟ المشروع في ذلك ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من اختيار ذات الدين واختيار الودود الولود، فيختار من الزوجات من تتصف بهذه الصفات، أن تكون ذات دين وأن تكون ودودا وأن تكون ولودا. قال صلى الله عليه وسلم: تركح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أسأل بعض الدعاة ليفتيني في مسألة من المسائل الفقهية، ولكنه يفتيني ولا يعطينا الدليل، يا شيخ هل أخذ بفتوى؟ ما كل الدعاة يصلحون للفتوى، إنما يصلح للفتوى الفقيه الذي عنده فقه في الأحكام الشرعية، أما مجرد الواعظ والمذكر هذا فيه خير لكن لا يكون عنده فقه. فاسأل أهل العلم يا أخي، قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسأل العلماء في البلد
واعمل بفتواهم. نعم. يقول الشيخ في أيام الشتاء نلبس الشراب ويخفى علينا كثير من الأحكام المتعلقة على المسح، ما هي أبرز هذه الأحكام؟ أبرز هذه الأحكام أن تلبسها على طهارة، على طهارة كاملة، وأن تكون ساترة ضافية على المفروض، وأن تكون سليمة من الشقوق الفروق التي يظهر من ورائها شيء من الرجل. نعم. هذا يسأل يقول الشيخ ما حكم الدعاء بعد الصلوات المكتوبة ورفع الأيدي للدعاء؟ الدعاء مشروع بعد الصلاة المفروضة والنافلة، ولكن لا ترفع الأيدي للدعاء بعد الفريضة، لأن هذا الشيء لم يرد، وإنما ترفع بعد في الدعاء بعد النافلة. نعم. هذه سائلة تقول امرأة تأخذ من زوجها ومن ثوبه دون علمه ما لن يتجاوز من 10 ريالات إلى 50 ريال، فما حكم أخذ هذا المال البسيط؟ تستأذن منه، هذا أحسن وأتم، إلا إذا كان يقصر في نفقتها ألا يعطيها ما يكفيها هي وأولادها، ألا أن تأخذ من ماله قدر ما يكفيها، قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف من مال زوجها، لأنه كان مقصرا عليها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول سائلة تقول لي والدة كبيرة في السن وهي تسكن معي لأن زوجي متوفى، في بعض الأحيان يا فضيلة الشيخ يغيب عقلها فتدعو علي وأنا أقوم بخدمتها وأغضب في بعض الأحيان عليها ولا أجيبها إذا نادت، هل علي شيء من العقوق؟ نعم، هذا إثم وعقوق، أجبها ولا ترفع صوتك عليها ولا تغضب عليها، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وأما هي إذا دعت عليك وهي ليس في عقلها فلا أثر لذلك، لكن لا تخطي في حقها وتحملها على الدعاء عليك، بادر بخدمتها وبإجابة طلبها، وهذا من البر والإحسان. نعم. تقول السائلة أم أحمد أنا اعتمرت الأسبوع الماضي وعليها الدورة فطافت وسعت وهي غير طاهرة وذهبت إلى جدة، تقول نحن الآن في جدة ماذا يلزمني؟ يلزمك الاحتفاظ بالإحرام لأنك ما زلت محرمة، فإذا انقطع الدم واغتسلت تنزلين إلى مكة وتؤدين العمرة التي أحرمت بها، لأن طوافك غير صحيح وبالتالي السعي غير صحيح لأنه بعد الطواف الصحيح، فعليك بالمبادرة الاحتفاظ بالإحرام وترك محظورات الإحرام والذهاب إلى مكة لأداء العمرة التي أحرمت بها وأصابك الحيض بعد الإحرام. نعم. هذا يسأل يقول ما فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وما عدده وما هي أوقاته؟ العدد ليس له عدد، كل ما صليت على أكثرت من الصلاة والسلام على الرسول ففيه فضل عظيم، وهذا الفضل بينه بقوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، لأن الحسنة بعشر أمثالها. نعم. هذه السائلة تقول تتساهل بعض الأمهات تداهن الله بلبس الصغيرات فيلبسن القصير وخصوصا أمام العائلة وإذا خرجنا إلى النزهة وغيرها، نرجو من الشيخ نصيحة في ذلك والحكم. لا يجوز للأم أن تنشئ بنتها على التساهل في اللباس، عليها أن تربيها على الستر والحياء وعلى اللباس الشرعي، هذا من واجبها نحو بناتها، ولا تتساهل في هذا، تربيهن على الستر والحياء والعفاف والطاعة، فإنها راعية مكلفة بهذا. نعم. هذا يسأل عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. نعم، هذا حث من الله سبحانه وتعالى على التصدق على المحتاجين، الذي يتصدق على المحتاجين قد أقرض الله عز وجل، لأنه يجد ذلك عند الله عز وجل مدخرا ومضاعفا أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، هذا فيه الحث على الصدقة على المحتاجين والمعوزين والمعسرين. نعم. يسأل هذا السائل يقول شيخ كبرت صلاة الظهر وفي الركعة الأولى سمعت الأذان، هل أعيد الصلاة؟ أكملها نافلة
النافلة وأدي الفريضة بعد دخول الوقت. نعم. يقول الشيخ: هل يجوز أن أكلم خطيبتي في الهاتف؟ وما المشروع بعد العقد؟ مأجورين. تكلمها في الهاتف بقدر الحاجة، إذا كان له حاجة من باب المفاهمة ما بينك وبينها لا بأس بذلك، أما إن كان من باب المغازلة والمضاحكة وأنت لم تعقد عليها هذا لا يجوز، حرام. أما إذا عقدت عليها فلا بأس بالممازحة معها لأنها زوجتك. نعم. هذا سائل يقول: الإمام في صلاة الفجر دائما يقرأ سورة السجدة فيقسم السورة الواحدة على الركعتين، هل فعله صحيح؟ هذا خلاف السنة، السنة في يوم الجمعة أن تقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر سورة السجدة كاملة، ويقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان كاملة، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا السائل أحمد يا شيخ يقول: سؤال في الفرائض لفضيلة الشيخ: توفي رجل عن زوجة وخمس بنات وولدين ذكور، كيف تقسم التركة بينهم؟ والله يا أخي راجع المحكمة الشرعية لأجل حصر الورثة، معرفة الورثة عند القاضي ويعطيك صك بهذا، ثم تقسم التركة على موجب حصر الإرث. نعم. يقول: الذين يتعرضون لبائع السيارات قبل دخولهم الحراج وهم كثر جدا يدخلون في تلقي الرقوق، بان فضيلة الشيخ؟ نعم، الجلب، هذا الجلب، جلب سيارات أو بهائم أو غير ذلك، لا يتلقى الجلب بل يتركون حتى يردوا السوق ويعرضوا ما معهم على أهل السوق، يتساوى المسلمون في ما يحصل من الأرباح وما يحصل من رخص السلع، ولا يبتزها واحد منهم أو يسبقهم إليها. نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، عن تلقي الجلب، ونهى عن بيع الحاضر للباد، كل هذا من أجل مصلحة المسلمين وعدم الاعتداء على حقوقهم. نعم. يقول السائل: يا شيخ، هل على الألماس زكاة؟ وما مقداره؟ وما أيضا زكاة الذهب؟ مأجورين. الألماس ليس عليه زكاة إذا كان لا يعد للبيع، أما إذا عد للبيع فهو سلعة تجب الزكاة في قيمته، وأما أنه مثل الذهب لا، وليس ذهبا وإن كان ثمينا. وأما زكاة الذهب فنصاب الذهب 11 جنيه سعودي ونصف، وهي 20 مثقالا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حتى الإسلام على الكسب الحلال، ورغبة مني في معرفة الحكم، فالشخص الذي اختلط ماله بمال حرام وأراد أن يصفي هذا المال ويتوب إلى الله ماذا يلزمه؟ إذا كان ماله مختلطا من حلال وحرام ولم تعرف أن هذا من الحرام فاشتري منه، أما إذا عرفت أنه من الحرام فلا يجوز لك أن تشتري وأنت تعرف أنه حرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شخص سلف زميلا له مبلغ 50,000 ريال، بقيت عنده هذه السلفة 5 سنوات، مع أن هذا الزميل يقول فقير ولم أسترد مالي حتى الآن، كيف أزكيه؟ إذا كان مفلسا ولا يستطيع السداد ليس فيه زكاة حتى تقبضه، إذا قبضته فأخرج زكاته، أما ما دام في ذمة هذا المعسر والفقير ولا تدري هل تحصل عليه أو لا فليس فيه زكاة. نعم. تقول السائلة: هل يجب على المرأة أن تغسل رأسها بعد الجماع أم يكتفى بجسدها فقط؟ لا بد من غسل جميع جسمها بما في ذلك الرأس وترويته بالماء، ترويه بالماء أولا تستنجي ثم تتوضأ وضوءا كاملا، ثم تفيض الماء على رأسها حتى ترويه، ثم تفيض الماء على جسمها ولا يبقى شيء من جسمها حتى يبلغه الماء. نعم. يقول السائل: هل يجوز سب الشيطان ولعنه أم التعوذ منه؟ التعوذ منه، وأما سبه ولعنه هذا حاصل ولا يحتاج إلى من يلعنه ومن بل هو يفرح إذا لعنته لأنه يرى أنه أغضبك وأثر عليه، لا فائدة في لعنه لأنه ملعون. نعم. عبد الرحمن يقول: لقد أصابتني دعوة والدي فكيف أخرج منها؟ أرجو الدعاء لي بصالح الحال. تخرج منها بطلب المسامحة منه، إن كان حيا تطلب منه المسامحة والعفو، وإن كان ميتا فتكثر من الاستغفار له والدعاء له والصدقة لعل الله يخفف عنك ما حصل. نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ذا يسأل عن أقل مبلغ في اللقطة، وهل 10 ريالات و20 مثلا تعرف، وما الضابط في اللقطة؟ الضابط ما تتبعه همة أوساط الناس، ما تتبعه همة أوساط الناس فهذا لقطة، وما كان أنزل من ذلك مثل التمرة مثل الحبل القصير مثل فهذا
ليس لقطه، هذا لمن وجده. نعم. هذا السائل يقول الشيخ: ما السور التي كان يقرأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمع والمناسبات كالأعياد والاستسقاء، وما المشروع في ذلك؟ مشروع في ذلك سبح والغاشية أو سورة قاف أو النجم واقتربت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: توفيت زوجتي منذ 3 أشهر، وعندما فكرت في الزواج واجهت الاستنكار من أهل زوجتي المتوفية، ولا أريد أن أجرح مشاعرهم بهذا الأمر، فهل لي الزواج مرة ثانية؟ لا بأس بذلك، تزوج، كونهم يتأثرون لا يمنعك من الزواج ومما أحل الله لك. نعم. يقول هذا السائل: لدي زوجة وثلاث بنات يحضرون من مصر كل سنة للجلوس معي عن طريق البر، مع أنني أعمل هنا في الرياض، يحضرون مع مجموعة من الناس بدون محرم، هل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز سفر المرأة بدون محرم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا ومعها ذو محرم، فهذا العمل لا يجوز، وهذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، المعصية لله، هذا معصية. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تسأل عن حكم سماع الدف والمؤثرات الصوتية في الأعياد والمناسبات. لم يرد أن الدف يضرب إلا في مناسبة الزواج من أجل إعلان النكاح، الدف فقط دون آلات اللهو الأخرى والمعازف والمزامير وغير ذلك، هذا حرام لا يجوز، لأنه من اللهو. مناسبات الأعراس هذا سنة، بعضهم يقول يجوز لقدوم الغائب أيضا لأنه فرح وسرور. نعم. يسأل عن بيع التورق فضيلة الشيخ، وما صفته، وهل هو جائز في الشريعة؟ تورق معناه أن المحتاج إذا لم يجد من يقرضه قرضا حسنا فإنه يشتري سلعة بثمن مؤجل، يشتريها من يملكها قبل العقد، تذهب إلى إنسان عنده البضائع فتشتري منه بضاعة بثمن مؤجل ثم تبيعها على غيره، تأخذ ثمنها وتنتفع به، فإذا حل الأجل تسدد له قيمة السلع. يجوز هذا في مسألة التورق بشرطين: أن يكون البائع الدائن مالكا للسلعة قبل العقد معه، الشرط الثاني أن تقبضها وأن تبيعها على غيره. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء المبارك. تجدد اللقاء في برنامج نور على الدرب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.